ثم قلت ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزاحه. قلت إذا سر يبدو في تباشير وجهه سرور كما تروي الرواة وتسند. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل الخلقة بهي الطلعة، وإذا سر استنارت أسارير وجهه وصارت تبرق تباشيره صلوات الله وسلامه عليه. ثم قلت عن مثل حب السحب يفتر لم يكن عبوسا ولا جهما لقاء محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التبسم ولم يكن عبوسا وجهما في اللقاء وجافيا وخشين الطبع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو عليه إذا ابتسم يزيده ذلك جمالا، ولم يكن يتجهم في وجوه الناس ولم يكن عبوسا في وجوههم صلوات الله وسلامه عليه. قلت وقل ضحك المختار كان تبسما ويكثر منه مظهر البشر أحمد، إذا ما اقتضى حال تبسم ضاحكا وفي الكتب من هذا مواقف تسرد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان يجالس أصحابه، وإذا اقتضى الحال وأورد الناس حديثا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتذاكرون أمورا ربما حصلت في الجاهلية فكانوا يضحكون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم معهم، وكان كثير الابتسامة صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر ضحكه التبسم لم يكن يقهقه، لأن القهقه تخرج كذلك عن زي الوقار وما إلى ذلك. وكان بحسب الأحوال، إذا اقتضى حال الحزن حزن، وإذا اقتضى الحال البكاء بكى، وإذا اقتضى الحال الضحك ضحك. كان بشرا مثله مثل سائر البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي هذا مواقف كثيرة تورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، يعني مثلا عمر ذات مرة استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه، نسوة يسألن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرنا معه الكلام والحديث وأصواتهم عالية على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب تبادرنا الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر النسوة هؤلاء خفنا وتبادرنا الحجاب وصاروا في هدوء، وكان عمر رضي الله عنه لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال له عمر أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال عمر أنت أحق أن يهبن يا رسول الله، ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لعمر رضي الله عنه إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. حتى الشياطين كانت تخاف من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وذات مرة دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله فوجد الناس جلوسا ببابه ولم يؤذن لأحد منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر، ثم أقبل عمر فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نسائه. كان حصل مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه، تعرفون القصة، لما آل منهن شهرا فوجد عمر يعني الموقف فيه شوي يعني خيم عليه شيء، تعرفون دائما إذا حصل الاختلاف
ترفع يرفع السرور وترفع الضحك من المجلس. فعمر قال في نفسه قال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، يقصد زوجته، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. عمر رضي الله عنه وأرضاه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف فيه شيء من الانقباض، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا كان عيشه فيه شيء من الصعوبة، لم يكن منعما كما يتنعم الملوك. والنبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن يفتح له من خزائن الأرض وأن يجعل له الجبال ذهبا، أو أن يعيش بين أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت عيشته فيها شيء من الشدة والصعوبة، فاحتج النساء على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا بالمصطلحات العصرية تحسين وضعية المعيشة، يعني طلبوا تحسين بسبب الغنائم التي غنمها النساء. نعم، ف النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في جوده صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عنده مثل أحد ذهبا لأنفقه في يوم وليلة. قال ما يسرني أن يمر علي ثلاث، قال لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن يمر علي ثلاث وعندي منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخاف الفقرة. فلما احتج نزلت الآيات يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الشاهد عمر زوجته طلبت منه شيئا من المال فوجأ لف لها رقبتها، يعني عقبها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. نعم، على كل فيها مواقف كثيرة. نعم، مواقف كثيرة. يعني علي رضي الله عنه جاء له بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي. قال ذكرا ثم ضحكا، فقيل له من أي شيء تضحك؟ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك في هذا الموقف. مرة في لما حاصروا الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثم سار إلى الطائف، فاستعصت عليهم الطائف، حاصروها مدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنا قافلون غدا إن شاء الله، واضح؟ يعني سنعود غدا. نعم، فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له نبقى، يعني لأنه حاصروها مدة فأملوا أنها ستفتح قريبا، قالوا نبقى وحاصرها حتى يفتحها الله علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال، خلاص روحوا قاتلوا. قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فأهل الطائف في هذه المرة كانت لهم صولة على في ذلك الاقتتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسكتوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يطمعون في الغنائم وما إلى ذلك، لكن
لما خالفوه أول مرة قال خلاص روحوا قاتلوا، فلما قاتلوا كانت عليهم الدائرة وكثرت فيهم الجراح والإصابة بالنبال والسهام، فلما قال لهم إن قافلون غدا سكتوا، فضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. مرة جاءه أعرابي فأخذه من ردائه صلوات الله وجبذه جبذة شديدة، فحتى أثرت الثوب في عنق في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة. ثم قال له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك أحيانا يعني، والمواقف التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ذات مرة أن أصاب المدينة قحط، فجاء رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال قحط المطر فاستسق ربك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وما كانت فيها سحاب فاستسقى يعني ودعا ربه، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت الأودية في المدينة، وما زال المطر ينزل إلى الجمعة المقبلة، ما توقف المطر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في نفس الجمعة قام رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فقال غرقنا فادعوا ربك يحبسها عنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالي المدينة ولا يمطر في المدينة شيء، يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته صلوات الله وسلامه عليه. يعني ومن هنا الاستسقاء يشرع إذا أصاب القحط الناس، ويشرع كذلك تشرع صلاة الاستسقاء إذا كثر المطر وصارت الفيضانات، فتشرع الصلاة للدعاء أن يكف الله عنهم المطر والأذى. ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يدعو بالمطر غيثا مغيثا نافعا غير ضاء، يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، أو كما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، والمواقف كثيرة، مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، جمعت منها في الكتاب يعني مواقف لا بأس بها. ثم قلت وفي بعضها تبدو نواجذه وقد نهانا عن الإكثار منه المؤيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما ضحك حتى تبدو نواجذه، وكان ينهى عن الإكثار من الضحك لأن كثرة الضحك تميت القلب. نعم نعم. ومن المواقف التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبار ذنوبه، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر بذلك كله لا ينكر منه شيئا وهو مشفق من كبار الذنوب، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيستفسر يقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا، بعد أن يفرغ من الحساب. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم. كذلك من المواقف التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه لما ذكر أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يخرج من النار يحبو مرة ويكبو وتلفحه النار مرة، فإذا ابتعد منها التفت إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا
من العالمين، ثم ترفع له شجرة فيقول: يا ربي قربني من تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيأخذ الله عز وجل عليه المواثيق أن لا يسأله غيرها، فإذا قربه طلعت له شجرة أفضل منها وهو لا يصبر، إن الجنة يعني شيء الله عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فإذا أدناه من تلك الشجرة سمع أصوات أهل الجنة فيقول: يا رب أدخلني الجنة، فيقول له الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، فيذهب فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، الناس قد أخذوا أخذاتهم، يعني لم يبق لي مكان في الجنة، فيقول له الله عز وجل: لك الدنيا ومثلها ومثلها ومثل، قل رضيت يا رب رضيت يا رب. في رواية أن يقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بذت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه.